تمثلت وقلت فيه حوار، الحوار ده ينطبق عليك انت شخصيا يعني، وانت بتقول قلت ده انا فاكره؟ يعني مثلا لما جيت في مسلسل الاختيار كان في ثلاثة، كان في كنا اربع عناصر، كان منسي الجيش، وكان عوضي الجنب الثاني، وكنت انا واسلام جمال ده الثورجي، وانا الشعب، انا بمثل المصريين بطبيعتهم بفطرتهم. كنت بحس كل جمله وانا بقولها اللي كنت بلاقيه فعلا في عصر الاخوان لما بيجوا يلعبوا في دماغنا او بيجوا يتاجروا بالدين، كنت حاسس كل جمله فعلا وانا بقول وانا بعمل الشخصيه دي تماما. ايه الجمله اللي فاكرها عايز تقولها ودايما تحس ان هي كانت قريبه منك وانت بتقول؟ كان في مشهد فاكرها لسه قولها لي. كان في مشهد بينه وبين اسلام حافظ لما قبل ما كانوا يمسكوا السلطه، طبعا بيقعدوا يجرونا معاهم وهعمل لك اللي انت عايزه وطلباتك وتعالى، لما حصل معاهم موضوع رابعه وموضوع النهضه، تعالى بس معانا وكل القيادات موجودين هناك هيحلوا لك مشاكلك على الارض.